انا وقت الانتقام. 3 2 مودي تستاهلين. السلام عليكم، شوف شماركم، وياكم مهدي من قناة وقو. قبل كل شيء اتمنى تشتركون بالقناة، تضغطوا اللايك وتفعلون جرس التنبيهات. واليوم المنتظر، اليوم الرهيب، اليوم راح اسوي اقوى مقلب بزوجتي، مقلب رهيب. شباب بنات، وصلتني، بس لحظة خليني اوقف هنا، وصلتني هواي رسائل وتعليقات. اوغا منو هي زوجتك؟ واكو ناسي، بس لحظة خليني اقتل هذا. تعال ورا، تعال بقرة. موتي والله اليوم اللي اقتلها، انا اليوم اللي اقتل هاي البقرة. موتي حلو. هواي ناس تقريبا 80% يقولوا لي اوغا زوجتك زيرو جيمر، الزعيم اي جي لوفي جيمر. لا لا لا، انا قلت لكم زوجتي عضو جديد بالسيرفر، بس انتم ما صدقتوني، اغلبكم كتب زوجتي زيرو جيمر. اصلا زيرو جيمر مخبل، صح يتزوج قرد. المهم بس لحظه خليني ارتب اموري. تمام، اليوم راح اسوي بيها مقلب رهيب رهيب وان شاء الله. شوفوا بس لحظه خليني ارتب وضعي. ها، اليوم راح اسوي بيها المقلب. طبعا المقلب كلش بسيط وان شاء الله يعجبكم. حلو، هسا انا حاليا جهزت اموري. اول شغله راح اسوي المقلب وارتبه، وبعدها اروح اصيح لزوجتي اقول لها شوفي انا ما دام احبك واقدرك سويت لك هديه حلوه، وانطيها دايموند وانطيها ورد، يعني اضحك عليها واخليها تجي واقول لها شوفي هذا المقلب. وش المقلب؟ اقول لها شوفي هذا المكان الرهيب راح يصير بيتنا. وفجاه اخليها تنتحر، اقتلها والله اقتلها. طبعا هواي ناس قالوا لي اوغا اريدك تسوي مقلب، لعيونكم يا احلى ناس راح اسوي بيها مقلب رهيب. طبعا المقلب مستحيل تلقوه مثله بالعالم. حلو، اول شغله المقلب راح يكون هنا. هسه تفهمون المقلب. اول شغله خلي اكسر هاي. طبعا صديق ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه. واكو هواي ناس يقولوا لي اوغا انت تقول هواي اشتركوا بالقناه، اذا ما قلت لكم ما تشتركون. صدق. حلو، هسه المقلب راح يكون هنا. اريدكم تكتبوني مقالب قويه حتى اسويها بزوجتي المستقبليه. طبعا هم راح اتزوج عليها، خيانه. المهم بس لحظه، اول شغله راح نجيب الخشب. طبعا مو ضروري الخشب، بس اي نوعيه، يعني هسه تفهمون المقلب. انا ايش اريد اسوي؟ اريد اسوي منصه مال اعدام، مو مال اعدام يعني مال انتحار، ما ادري ايش يسمونها. المهم اول مره خلي خشب، لا مو هنا، اي هنا. خلي وحده، اثنين، ثلاثة، اعتقد اربعة كلش كافي. حلو، لا اربعة. حلو، هسه تمام. خلي وحدة هنا، وحدة هنا، هسه تمام. وحدة هنا، ما ادري خشب، لا هاي اخر خشباية لازم. والله تتوقعون طاحت لو لا؟ والله ما ادري، راح اخلي ديرت كلها نفس الشيء. المهم كلها بلوكات. حلو. هسه نجيب الفنس. هسه قالوا لي اوغا شنو فائدة الفنس؟ هذا الفنس اريد اخلي زوجتي ما تغش، يعني ما اريدها تكتشف هذا مقلب. حلو. هسه خلينا الفنس هنا، والفنس من هاي الصفحة. ها صدق، انا قلت لكم اذا وصلنا 1500 لايك او 1000 لايك راح اقول لكم منو زوجتي. شباب بنات، بالفيديو القادم راح تعرفون منو زوجتي، وراح اخلي زوجتي تفتح قناة. طبعا المنظر كلش حلو. ايه، زوجتي راح اخليها تفتح قناة على اليوتيوب. حلو. بس لحظة، والله انا متوقع زوجتي تستحي او خجلانة. بس صدق شباب بنات، اذا زوجتي فتحت قناة باليوتيوب اريدكم كلكم تشتركون بقناتها. حلو. مو تفشلوني. حلو، هسه راح اصيح لزوجتي واقول لها تعي سويت لك هدية رهيبة. طبعا زوجتي موجودة بالبيت، خلينا نشوف جاي تسوي. اكتبوا لي بالتعليقات ايش تتوقعون زوجتي جاي احكي، زوجتي شنو جاي تسوي؟ انا اتوقع جاي تخلي مكياج. تعي زوجتي، تعي، هلا بالقلب، تعي، شلونك؟ تعي. حلو، جاي تسوي عشاء، والله كفو منك. اريد دجاجه، ايش جاي تطفي بوتيتي؟ اريد بوتيتي. حلو، اريد ما مستوي، لا تغشين، اذا ضربيني اكتلك. بس لحظه، بس دجاجه واحده، لا تغشين، لا ضربيني ارجوك، لا ضربيني. بس لحظه، خلي اذوق الدجاج، يعني نتذوق الدجاج نشوفه حلو او لا. والله بس لحظه، والله الدجاج مو حلو، لا والله حلو، لا ضربيني ارجوك، لا ضربيني. شوف شباب بنات تهددني، والله حلو الدجاج، رهيب. شوفي انا راح اقول لك الدجاج رهيب، والله طبخك رهيب، مستحيل اكون مثله. منو علمك الطبخين؟ مو حلو، ورطتني. اسف، والله حلو. لا تغشين شباب بنات. تعي خلي اشوفك شغله كلش حلوه.
شوفوا زوجتي حاليا اجت وياي، راح انطيها هدية. اول شغلة تعي وياي البيت حتى انطيك هدية. هسه تقولوا لي اوغا معقولة انت عندك بيت وزوجتك عندها بيت؟ اي متعاركين، بس هسه راح اعتذر من عندها وانطيها هدية. بس انا ايش قلت لكم بداية المقطع؟ راح اسوي بها شغلة. ما اريدكم تقولوا لها، لا تفضحوني. حلو حلو، هسه راح تعي لا تخافي، ماكو مقلب، والله ماكو مقلب. دخلي البيت. حلو، سدي الباب، ولو تكسرتي الباب ما ادري الوحش فجره بيت بدون باب. المهم طبعا اسمها زوجة اوغا، وتموتي ورا على الغشيد. بالفيديو القادم راح تعرفون من هي. راح انطيها دايموند وانطيها ايرون. والله الايرون اعتقد ما تحتاجه. شايفين واحد ينطي زوجته ايرون؟ والله ما ادري. لا وبعدها لا تغشين، انا اريد انطيها ريدستون. والله حتى نسيت هذا ريدستون، عبالي ايرون. حلو، راح انطيها تقريبا 22 دايموند. تعي اليوم راح انطيك احلى هديه. وتقولون شباب بنات اوغا ما ينطي زوجته هديه؟ تعي. بس لحظه، اليوم جبت لك هديه كلش حلوه وراح تعجبك. اليوم كله هدايا بمناسبه زواجنا. طبعا اذا تردون زعلانة، لا تزعلين. طبعا هاي زوجتي مثل ما تشوفون. اذا تردون انشر الفيديو مال العرس كتبوا لي بالتعليقات. حلو، هاي هدية لك، احلى دايموند، عجبتك؟ احكي. واش هذا هم ايرون خذيه لك ما اريده؟ طبعا الايرون ما يفيدني. ايش رايك بالهدية بصراحة؟ كفو، عجبتها الهدية. شباب بنات، ما دام عجبتها الهدية نريد نوصل 1000 لايك. والله تتوقعون اذا وصلنا 1000؟ لا تغشين. حلو، انطتني خشب. تتوقعون اذا وصلنا 2000 لايك راح نحطم الارقام القياسيه. حلو، اريد كرافتنج تيبل، اريد اسوي لها صندوق حتى تخلي الموارد مالتها او الاغراض مالتها. طبعا لا تقولوا لي ليش تريد تسوي لها صندوق، لان اريد اسوي بها مقلب. حلو، هسه تمام، مو تكتبوا لي بالتعليقات التغشاش وتسوي بها مقالب وكذا. زوجتي ترى كذب، كل شيء ما اريد اسوي لك، كل شيء ماكو. بس اليوم راح انطيك هدايا واخذك. طبعا هذا الدجاج طبخته زوجتي. والله تصدقون الدجاج حلو. شنو اريد؟ شنو؟ ها، تريد 1000 لايك. حلو، والله غشاشه. اول شغله هذا الصندوق خليه بيه مواردك. شباب بنات، زوجتي تريد 1000 لايك وانا اريد 1000 لايك، يعني 2000 لايك. خلونا نحطم الارقام القياسيه باليوتيوب. اذا قدرنا 1000 لايك يعني المهم كسروا زر الاشتراك وزر اللايك. شباب بنات، شوفوا بالفيديو القادم راح اقول لكم منو هاي. طبعا هاي زوجتي، راح اقول لكم منو زوجتي وان شاء الله نسوي لها قناه وندعمها وصعدوها اشتركوا بقناتها. طبعا شباب بنات، زوجتي بدايتها باليوتيوب تستحي يعني تخجل، فاتمنى ما تقصرون وياها. حلو حلو، طبعا بالفيديو القادم باركوا لها، راح تصير عندها قناة. حلو حلو، هس تعال، هذا لحم من عندي إليك، وتقولون اوغا ما يحبها. حلو، هذا دايموند لحم. هسه راح تجيب لها هدية. طبعا انا ما انطي هدايا غالية لان ما تستاهل. لا سمعت، والله تستاهل. شوف هاي وردة، تقبل هاي الوردة، ايش عبالكم؟ هي اخر لحظة، بس سمعيني، هي اخر، بس تعالي خلينا نصعد فوق وانطيك هديه رهيبه. طبعا زوجتي تسمعيني، شوفي انت طبعا اليوم راح تموتين، لا اقصد انت اليوم راح تعيشين احلى يوم بحياتك. تعالي صعدي، تعالي بس لحظه. شباب بنات، ايش سويت؟ صعدوا تعالي، يلا. طبعا انا متحمس كلش حتى انطيها الهديه الرهيبه. شوفي اول شغله هاي الورده، بس لحظة خل اكل اول مرة. شوفي تشوفين هاي الوردة اللي عندي؟ تعي وراي، تعي. اليوم راح اسوي لك هدية رهيبة. طبعا هاي سويت لك منصة مال اعدام، اقصد مو منصة، لا مو منصة مال اعدام، هاي منصة يعني تخلين كرسي هنا وتقعدين تشوفين السيرفر الرهيب. بس لحظة، اول شغلة تعي وقفي، تعي هنا. شوفي اول شغلة خل اعدل هاي المنطقة، طبعا صار بيها خطأ، المفروض ازرع هنا وردة. لا تغشين، رجعي لا تغشين. هنا راح اخلي لك وردة كل، لا طاحت بالغلط، والله بالغلط. اسف، زوجتي ماتت والله بالغلط. شباب بنات، فشل المقلب. الله يرحمه، خليت له ورده. بس لحظه خليني اروح اجيبها واجي. والله هسه يمكن فشل المقلب. وي حلو، ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه. هسه وينك؟ تعي. والله بالغلط. وخري بالغلط، انطيك دايموند والله بالغلط. اسف، لا بالغلط، قلت لك بالغلط. بس لحظه، صعدي خلي اشوفك احلى مكان بالعالم. طبعا راح اشوفه منصه الاعدام. المهم بس لحظه، صدق شباب بنات، طبعا زوجتي امس قالت لي، مو امس، البارحه قالت لي اوغا اذا اسوي قناه الاساطير يشتركون عندي لو لا.
قلت له اكيد يشتركون طبعا اذا صعدت قناته او شلون نقول. المهم بس لحظه هسه خليك تله خلي نعطيها دايما. تعي حياتي سمعي راح نعطيك اليوم هديه. تعي اوقف هنا اوقف هنا اخذي الورده اخذي الورده هاي الورده تفيدك. بس لحظه خليك يلا واحد اثنين لا تفترين. شوف السيرفر ايش حالات شوف السيرفر شوف السيرفر ايش حالات لا تباوعيني دوري منك دوري منك شوف المناظر الرهيبه يلا ثلاثه واحد لا 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 انتحرت انتحرت هاي المسودنه. ايه شباب بنات مثل ما تشوفون بعد عناء جبت زوجتي. شوفي انت وقفوا هنا شوف انا اليوم راح اعطيك هديه كلش حلوه. تشوفين السيرفر شوف السيرفر رهيب يخبل واحد اثنين بالغلط ولا بالغلط. طبعا اليوم اريد اسوي اريد ازرع ورود يلا واحد اثنين موتي تستاهلين والله تستاهلين موتي تستاهلين تستاهلين والله صار لي 40 دقيقه بس اريد اسوي بها المقلب. طبعا هي كشفتني والله حرامات حرامات خربوا المقلب يلا وي مثل ما قلت لكم راح نسوي لها قناه. وبنهايه المقطع وش بخري لا تغشين ارجوك بس خليني انهي المقطع. لا لا اسف والله اسف بعد ما اعيدها والله بعد ما اعيدها بعد ما اعيدها لا وش راح اموت والله بعد ما اعيدها والله بعد ما اعيدها وخري وخري بعد ما اعيدها. وبنهايه المقطع لا تنسون تشتركون بالقناه وتضغطوا اللايك وتفعلون جرس التنبيهات او جرس اشعارات قناتي الثانيه بالوصف. سووا بها اشتراك او اشتركوا بها وحسابي بالانستغرام بالوصف. لا تغشين راح اموت حسابي بالانستغرام بالوصف سووا لي فولو ومتابعه والله هي وحشه. شباب بنات بالفيديو القادم راح اقول لكم منو هاي القرده راح اموت راح اقول لكم منو هاي القرده وانطيكم قناتها اشتركوا بها. وتوغري هروب اسف والله بعد ما اعيدها والله بعد ما اسوي مقلب مو انا اكو واحد من الاساطير كتب لي بالتعليقات اسوي بيك مقلب والله بعد ما انا ما لي علاقه مشتركيني قالوا لي حيل اقتلها اقتلها والله كتلته. شباب شوفي اقول ليش قرده اسمها مو قرده انا ما لي علاقه واحد من المشتركين قال لي سوي بها مقلب حلو اسف يلا لا خلاص. شباب بنات اشتركوا بالقناه وضغطوا لايك وهاي زوجتي بالفيديو القادم راح افضحها والله افضحها بسيط انا ليش قتلتيني.